العالم إن لم يكن أفضلها، تسديدة من مايكون ولكن الكرة الجزاء دربكة بالوتيلي، تسديدة مباشرة والإبعاد يأتي بمبدأ زانيتي. لاحظ تمريرة إلى زانيتي ولكن تغطي حاضرة مجددا عن طريق أونيا. بالوتيلي هو في التنفيذ، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، كان بياسو باستلام، تسديد ومحاولات حتى الآن داخل منطقة الجزاء، وأيضا الإنتر يغزو مجدد ولكن إبعاد يأتي الآن عن طريق أونيو. ما زالت المحاولة، أونيو إبعاد الكرة، رأسيات، كرات هوائية، طريق اللاعب موتا وبالوتيلي داخل، اللي أمامه كانت كبنج يستخدم رونالدينو. فريق نادي الإنتر الأفضلية كانت واضحة لفريق نادي الإنتر في شوط المباراة الأول. الآن محاولات ولكن هي الذي انتهى بسيطرة كانت واضحة لفريق نادي الليتو الذي أبدع وكان أكثر اللاعبين ظهورا في شوط المباراة الأول حتى الآن. شوط المباراة الثاني انطلق، في شوط المباراة الأول جان كلوفسكي، زامبروتا، تياغو سيلفا، أونيو. كرة الماضية، كرة في وسط وأقلق في الجهة اليمنى، كرة وإبعاد يأتي في التوقيت المناسب ولكن هناك أيضا وجود للاعب أونيو.